طيب فيه برضو غرائب او غرائب زي ما بتقال في الملاعب بتحصل كتير جدا. الموضوع بتاعنا او الخبر اللي جاي عن سياره نقل موتى دي مفروض كانت محطوطه عشان تنقل مصابين المباراه، حصل ايه بقى؟ ده حصل في مصر على فكره بالمناسبه. تفاصيل ان مباراه الكوم الاحمر كانت امام البراجيل في الجوله الاولى من الدوري المصري لكره القدم الدرجه الرابعه، حصل فيها الاتي. هي واقعه غريبه زي ما احنا اكيد يعني دلوقتي متوقعين، خصصوا سياره نقل موتى لنقل اللاعبين المصابين اثناء المباراه. ده اللي كشفه رئيس لجنه المسابقات للقسم الرابع والناشئين صالح عبد الحميد لما قام بعمل كده، كان بيشوف شغله الراجل يعني وبيراقب المباراة، وراح يتفقد سيارة الإسعاف اللي هي المفروض بتكون مخصصة لنقل اللاعبين المصابين. اكتشف ان هو تم استبدال سيارة الإسعاف اللي هي بتبقى موجودة في اي مباراة بسيارة اخرى لنقل الموتى، وكان كمان داخلها تابوت يعني. يعني بسرعة طبعا المراقب يعني بدل ما اللاعب يروح يتعالج يروح يدفن في الحالة دي. الصراحة بسرعة طبعا مراقب المباراة قرر منح مهلة عشان توفير سيارة إسعاف أخرى قبل أن يقرر إلغاء المباراة. وأعتقد الموضوع يعني يمكن دلوقتي احنا بنحكيه هو أكيد يضحك، معلش باحترامي الشديد، بس طبعا غريبة. يعني تخيل أنت لاعب في الملعب تلاقي العربية دفن الموتى موجودة، يعني الموضوع يا جماعة كده صعب قوي الصراحة.